تحدث تغيرات كثيرة للجنين في الشهر الثاني. في البداية يتكون العمود الفقري ويتشكل الأنبوب العصبي الذي هو المنشأ لأجزاء من الجهاز العصبي وكذلك العمود الفقري والجمجمة. وفي حوالي الأسبوع السادس تبدأ كل من الذراعين واليدين والساقين والقدمين بالظهور والنمو. أما الشيء الوحيد الذي يتوقف عن النمو في هذه المرحلة هو الذيل الغضروفي الذي يستمر بالتقلص حتى يختفي في نهاية المطاف تاركا الطرف الذيلي الذي يشكل قاعدة العمود الفقري. خلال هذه الأسابيع الأخيرة من المرحلة الأولى من الحمل تتطور عظام الجنين كثيرا من براعم صغيرة، فبذلك تنمو أصابع كل من اليدين والقدمين بشكل أكثر وضوحا. تتشكل الأطراف العلوية أولا ومن ثم الأطراف السفلية، وهي نفس الطريقة التي تطور المهارات الحركية المعتمدة عليها بعد الولادة بدءا من الجزء العلوي للجسم حتى الجزء السفلي كرفع رأسه ثم الزحف ومن ثم المشي. يقدم الجسم عبر المشيمة كميات كبيرة من الكالسيوم هذا للجنين، وذلك لجعل عظامه أكثر صلابة وطولا. فنقل الكالسيوم يستمر حتى الولادة، فالأم بحاجة لامتصاص ما يقارب 30 جرام من الكالسيوم على مدى 9 أشهر، وذلك لبناء عظام الهيكل العظمي للجنين. ولذلك يجب التأكد من أن الأم تستهلك جراما من الكالسيوم بشكل يومي لمساعدة عظام الجنين على النمو دون استنزاف المخزون الخاص بها من الكالسيوم. هذه الأشهر هي الأكثر نشاطا في بناء العظام، حيث تبدأ أطراف الطفل بالتذبذب والحركة، كما يمكنك الشعور في الأسبوع 18 من الحمل بهذه الحركات في بعض الأحيان. أما في الأسبوع 20 من الحمل تستطيعين رؤية أطراف الجنين بوضوح تحت الموجات فوق الصوتية. فيجب في هذه الفترة المحافظة على تناول منتجات الألبان، وذلك لأن الجنين يحصل على الغالبية العظمى من الكالسيوم خلال الربع الثالث من الحمل، فجسم الجنين الآن يحول الغضاريف إلى عظام أكثر صلابة وكذلك عضلاته مع تكوين طبقة رقيقة وواقية من الدهون. ففي الأسبوع 36 يكون انتقال الكالسيوم في القمة، فقد يصل إلى 350 ميلي جرام كل يوم. وعلى الرغم من ذلك عظام الجنين لا تزال لينة مقارنة بالطفل المولود فعليا، وذلك يساعد الأم عند مرور الطفل عن طريق قناة الولادة عندما تضع مولودها، وخصوصا عظام الجمجمة والتي تتكون من عدد من الألواح العظمية اللينة المنفصلة لتمكين الطفل من الصمود أمام الضغط وهو في طريقه إلى خارج الرحم.